تهانينا للسيد سعيد بن مطار بن محمد الرميذي والذي وصلت في المركز الثالث. منصورة 7:56.4 من الثانية. تهانينا للسيد عامر بن محمد بن زايد المنصوري. تهانينا للجميع والناموس. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحبل الكريم، مشاهدين متابعين الكرام، أحييكم أجمل تحية صباحية بانطلاقة شوطنا الثالث في تعداد أشواط صباح هذا اليوم. الشوط الثالث وهو الخاص باللقاية الجعدان المحليات الأصايل لأبناء القبائل في مسافة 5 كيلومترات. في أشواط التاهيل نسير مشاهدين متابعين الكرام بالصدارة، نتابع البداية، نتابع مقدمة هذا الشوط وأرهني اللي قاد المجموعة واندفع منذ البداية صوغان وبالشعار مصبح بن سيف بن كاسب المسافري من انطلق بالصدارة، انطلق بالمقدمة مع التحديات الرائعة ولكن أرد تسلل من هملول لحميد بن سالم بالقوبع المنصوري والقدوم في هذه اللحظات والتحديات الخطير لعبد الرحمن بن سعيد الناصري من انطلق بدوره مع المركز الثاني. نتابع المركز الرابع، رابع التحديات مطلوب للسلطان بن نوار من دخيل الله العتيبي من يعلن انطلاقة مطلوبة مع المركز الرابع. وخامس التحديات شاهين لمحمد بن حمد بن يطبع العامري الدور دور المركز السادس. والتحديات المشغل خليفة بن راشد بن سرداح الاكتبي من أعلن انطلاقة مشغل مع المركز السادس والسابع. المراكز التسلل القدوم من الواعي حمد بن سالم الشريفي في متابعة وانطلاقة الواعي مع المركز السابع ثامن. التحديات الانطلاق أيضا لشاهين علي بن مانع برحمه الشامسي متابعا لانطلاقة شاهين مع المركز الثامن. نتابع مشاهدينا متابعينا الكرام تاسع التحديات والقدوم في هذه اللحظات والتسلل. الانطلاق الجميل لشفقان لأحمد بن عتيج بن عبيد الرميثي ومع المركز العاشر. المركز العاشر من الجانب الآخر الأسد جاسم بن سالم بن علي العويسي من يتابع انطلاقة الأسد مع المركز العاشر. هذه النتيجة مشاهدينا متابعين الكرام. النداء الأول، النداء الأول للعشر المراكز الأولى ولكن نعود مع الصدارة. نتابع بداية هذا الشوط، نتابع المقدمة، نتابع التحديات الجميلة والانطلاقات الرائعة والكوكب الرباعية، الكوكب الرباعية على مقدمة هذا الشوط مع هذا المربع الذهبي اللي يحتضن هذه النجوم والانطلاقات رائعة، الاندفاعات جميلة ولكن نعود بالصدارة. نتابع بداية هذا الشوط، نتابع المقدمة وأرهناك أيضا اللي قايد المجموعة هملول بشعار حميد بن سالم بالقوبع المنصوري من قاد المجموعة من اندفع بناموس هذا الشوط. وع الواعي، وع الواعي مع المركز الثاني. الواعي وبشعار حمد بن سالم بن هضع الشريفي من ينطلق بثاني التحدي ومع المركز الثالث. من الجانب الآخر، من الجانب الآخر القدوم والتحدي من مطلوب سلطان بن نوار بن دخيل الله العتيبي من يتابع انطلاقة مطلوب مع المركز الثالث. رابع التحديات صوغان لمصبح بن سيف بن كاسب المسافري الكوكبة، الكوكبة رباعية على مقدمة هذا الشوط ولكن شفقان يتسلل، شفقان يتسلل مع المركز الخامس.
احمد بن عتيج بن عبيد الرميثي متابعا لانطلاقه شفقان والتحديات لشاهين محمد بن حمد بن يطبع العامري ايضا من اعلن انطلاقه من اعلن التحدي من اعلن الاثاره. ومن الجانب الاخر الاسد لجاسم بن سالم بن علي العويسي قادم من السلطنه للمشاركه بهذه التحديات الجميله بهذه الانطلاقات الرائعه. يا سلام يا سلام التحدي المثير والانطلاقات رائعه مشاهدينا متابعينا الكرام. نتابع القدوم مع المركز الثامن رهني الواعي لناصر بن سيف بن عبد الله المنصوري من بدا يتدخل في هذه اللحظات ويعلن الانطلاق المثير مع المركز الثامن. تاسع التحديات شاهين لعلي بن مانع برحمه الشامسي ومع المركز العاشر القدوم من الحر خليفه بن علي بن خليفه الرميثي متابعا لانطلاقه الحر اللي تسلل بدوره وانطلق مشاهدينا متابعينا الكرام مع الاسامي المتقدمه في هذا التحدي المثير بهذا الانطلاق الجميل. يا سلام تحديات رائعة الانطلاقات جميلة ولوحة الإعلان لوحة التذكير 1200 ما تبقى عن خط النهاية. نتابع الصدارة نتابع المقدمة نتابع هملول على مقدمة هذا الشوط وحميد بن سالم القوبع المنصوري من يتابع انطلاقة هملول. المركز الثاني الواعي حمد بن سالم بن هضع الشريفي متابعا لانطلاقة الواعي. يا سلام التحديات مثيرة الانطلاقات جميلة. نتابع شفقان مع المركز الثالث متشفق للفوز ايضا وللانتصار بهذا التحدي المثير احمد بن عتيج بن عبيد الرميثي. ولكن ارى القدوم للواعي ناصر بن سيف بن عبد الله المنصوري يتدخل مع المركز الرابع. التحديات مثيرة الانطلاقات جميلة. نعود بالصدارة نتابع الواعي اللي وعى وصحصح في اللحظات الأخيرة وانطلق بمقدمة هذا الشوط. ولكن هملول من الجانب الآخر يستعيد الحقوق المنهوبة في هذه اللحظات. هملول من انطلق بالصدارة انطلق بالمقدمة حميد بن سالم القوبع المنصوري. ولكن أرى الواعي وهملول والواعي والمعركة طاحنا على مقدمة هذا الشوط. وهملول صامد على المقدمة. يا سلام التحدي الإثارة في اللحظات الأخيرة. هملول سلام ندشبه سلام تهانينا من الأعماق لحميد بن سالم بالقوبع المنصوري على فوز هملول بالمركز الأول. الواعي مع المركز الثاني حمد بن سالم بن هضع الشريفي. المركز الثالث يصل فيه شوقان أحمد بن عتيج الرميثي. المركز الرابع الواعي لناصر بن سيف بن عفر المطيوعي. والمركز الخامس التحديات ايضا للحر لخليفة بن علي بن خليفة الرميثي. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام. نعود بالتوقيت الزمني 7 دقائق 54 ثانية وست اجزاء من الثانية. توقيت هملول تهانينا لحميد بن سالم بالقوبع على فوز هملول بالمركز الاول. بينما اللي وصل مع المركز الثاني الواعي تهانينا لحمد بن سالم بن هضعة الشريفي. 7 دقائق 55 ثانية وجزئين من الثانية. توقيت الزمني في مسافة 5 كيلومترات بينما اللي وصل مع المركز الثالث شفقان يصل مع المركز الثالث يقطع المسافة في فترة زمنية مقدارها 7 دقائق 58 ثانية جزء واحد من الثانية. تهانينا لحمد بن عتيج بن عبيد الرميثي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم مشاهدينا متابعينا الكرام يتجدد اللقاء بحضراتكم وانطلاقات أشواطنا الجميلة والمثيرة في أرضية ميدان المرموم وعبر شاشة دبي ريسنج في الجولة الأولى وانطلاق